عن طيارة الدرون. هاي تعتبر أول طيارة من نوعها في العالم، عبارة عن جهاز صفارة إنذار تستخدم عن طريق بطريقتين، الطريقة الأولى اللي هي تبث الصوت مباشر، والطريقة الثانية اللي هي رسائل صوتية مسجلة تستخدم فوق الأماكن البرية والبحرية. وأيضا لها استخدامات مختلفة في 4 مواقع مختلفة جربناها ونجحت. جربنا استخدامها أول مرة في منطقة حتى، ثاني استخدام أو ثاني تجربة كانت فوق شاطئ جميرة، وثالث استخدام كان في منطقة اندور اللي هو عبارة عن دبي مول، ورابع مرة جربناها أيضا في استاد لعملية مكافحة شغب، والحمد لله أثبتت فاعليتها وإن شاء الله دشناها اليوم وبتشوفونها على أرض الواقع قريبا. هي فكرتها فكرة عملها بتبقى قائمة على إيه؟ فيها سماعة، فيها صفارة إنذار، وعن طريق صفارة الإنذار تبعث رسائل صوتية يا أما مسجلة يا أما لايف، وتغطي مساحة 5 كيلو تقريبا، الصوت يغطي مسافة 5 كيلومتر. فبالتالي أنتوا الشرطة بتقدر من خلالها أن هي ترسل، أيوة، توجه رسائل للجمهور بحيث أن ندلهم على يا أما مش إخلاء أو أي تعليمات معينة. هي النماذج اللي موجودة معاكم على الشاشة.